سيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يرعى اتفاقيتين حول آلية عمل المحاجر والكسارات والمناجم بالمكلا وغيلبا وزير. شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تنظم ندوة حول واجبات الموظف في الحفاظ على المعلومة. نقابة الصحفيين تنظم دورة تدريبية في طرق وأنظمة السلامة المهنية بالمكلا. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اتفاقيتين حول آلية عمل المحاجر والكسارات والمناجم بمديرية مدينة المكلا ومديرية غيلبا وزير. ونصت الاتفاقية على استكمال استيفاء ما تبقى من مستندات خاصة بالترخيص المصروفة للمستثمرين والاشتراطات المطلوبة لها، وإعطاء الرأي البيئي للمنطقة المراد صرف ترخيص فيها للمستثمرين من قبل إدارة الجيولوجية البيئية في الهيئة، ووضع الحلول المناسبة والحديثة لعمليات الخلل البيئي للمحاجر والكسارات، وإلزام المستثمرين بدفع ما عليهم من رسوم وإتاوات خاصة بالهيئة، وكذلك رسوم الإدارة المحلية بما في ذلك ضريبة النقل الخاصة بهم، وكذا إلزام المستثمرين بتنفيذ اتفاقية تنمية المجتمع المحلي وتعميد عقود العمالة في مجال المحاجر والكسارات من قبل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإلزامهم بمتطلبات السلامة المهنية. كما تضمنت الاتفاقية مناقشة حثيثات ومتطلبات صرف تراخيص للمحاجر والكسارات والمناجم. نظمت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت اليوم بالمكلا ندوة حول واجبات الموظف في الحفاظ على المعلومة برعاية محافظ حضرموت وإشراف من قبل إدارة الشركة. وفي افتتاح الندوة التي تستمر على مدى يومين وتستهدف جميع موظفي الشركة، أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على أهمية إقامة مثل هذه الندوات وورش العمل التي تساهم في تطوير قدرات الموظفين وتنمية مهاراتهم بمختلف المجالات الإدارية والفنية وغيرها من المجالات. وأعلن المحافظ البحسني في كلمته التوجيهية لموظفي وعمال الشركة عن حزمة من المشاريع المستقبلية التي ستنقل عمل الشركة نحو الأفضل. وكان المدير العام لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري أشار إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار إعلان المحافظ البحسني العام الحالي عام التنمية من خلال الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة بهدف تطوير وتنمية مدارك الموظفين بمختلف الجوانب. هذا وستقدم الندوة عددا من أوراق العمل الخاصة بواجبات الموظف وأهمية الحفاظ على المعلومة من قبل قيادات إدارية وأمنية ومشايخ دين. التقى محافظ حضرموت بالمكلا لجنة دوري الفقيد المهندس عوض سعد السقطري بحضور مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي ومدير عام مديرية الريدة وقصيعر عمر الجفري. واستمع المحافظ من أعضاء اللجنة على الاستعدادات لانطلاق الدوري بنسخته الثانية والذي ينظمه نادي الريدة تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد كرة القدم وبدعم من محافظ المحافظة. ومنحت اللجنة المحافظ درع الدوري تكريما وتقديرا لدعمه للدوري والحركة الرياضية بالمحافظة. وأثنى محافظ حضرموت على جهود اللجنة في تنظيم الدوري وحي الجهود التي بذلت خلال النسخة الأولى وتوجت بنجاح الدوري وكذا التحضيرات الحالية لانطلاق النسخة الثانية. إلى ذلك ناقشت لقاءات ضمت أعضاء لجنة الدوري ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي التحضيرات والترتيبات الفنية لبدء النسخة الثانية للدوري وكذا المشاريع ذات الصلة والمتعلقة بنادي الريدة.
تفقدت السلطة المحلية بمديريات وادي وصحراء حضرموت الحقل المائي الجديد بحي شحوح بمدينة سيئون، واستمعت من المهندسين المعنيين من المؤسسة المحلية للمياه والهيئة العامة للموارد المائية إلى مكونات المشروع الذي يسهم في رفد مدينة سيئون بالمياه الصالحة للشرب في ظل الطلب المتزايد للمياه بالمديرية التي تشهد توسعا عمرانيا كبيرا. وأشارت بأنه خلال الأيام القادمة سوف يتم تدشين العمل بالحقل الجديد بشحوح بحفر 3 آبار إلى جانب بناء خزان، وتنفيذ خط ناقل من الأنابيب وآخر ناقل للمنظومة الكهربائية ضمن مشاريع وادي حضرموت الممولة من حصة الوادي من نسبة المحافظة من مبيعات النفط. دشن وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون فعاليات أنشطة الفصل الدراسي الثاني للمدارس والمجمعات المسائية ومركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين وثانوية المكلة النموذجية للبنات ورياض الأطفال على مستوى المحافظة. وخلال جولته التفقدية على قاعات المسابقات الختامية التي تستمر يومي السبت 23 والأحد 24 من فبراير، أشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المسابقات تأتي ضمن الخطة السنوية العامة للأنشطة التي تتوزع على فصلي العام الدراسي، منوها إلى أن هذه الأنشطة تحتوي على 33 نشاطا يتنافس عليها 2000 طالبة وتلميذة وزهرة من مختلف المدارس ورياض الأطفال، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارات التربوية والتعليمية بالمديريات ولجنة النشاط العامة بالمحافظة ولجان التحكيم لتنظيم المسابقات السنوية التي تظهر مدى ما يتمتع به القطاع التربوي والتعليمي من استقرار وتنفيذ الخطط الدراسية وفقا والتقويم الوزاري. التقى قائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد هاني التميمي بمدير عام مديرية قصيعر ومدير الثروة السمكية بحضرموت ورئيس جمعية الصيادين بقصيعر ومندوبين من الصيادين الذين وقع عليهم الاعتداء من قبل البارجة الهندية F-51. وقال مدير الثروة السمكية خلال الاجتماع أن قيادة الثروة السمكية بالمحافظة تواصلت وأبلغت وزير الثروة السمكية بحالة الاعتداء على الصيادين من قبل البارجة الهندية، وأبدأ وزير الثروة السمكية استعداده بمتابعة الجهات المختصة بالحادثة، فيما أكد قائد خفر السواحل خلال الاجتماع تواصل القيادة مع رئاسة مصلحة خفر السواحل اليمنية منذ استلامها للبلاغ، وأبلغت قيادة العمليات المشتركة بالرياض والتحالف الدولي بالبحرين بهذا الاعتداء على الصيادين من قبل البارجة الهندية بالمياه الدولية، مشيدا بالدور الذي تقوم به قيادة التحالف من متابعة مستمرة ومتواصلة في الموضوع والتواصل مع طاقم البارجة لأخذ الإجراءات حيالها. ضبطت قوات خفر السواحل أثناء تفتيشها أحدى الحاويات بميناء المكلا مواد كيميائية تستخدم لصناعة الآيس كريم، وعرضت المواد الكيميائية على الجودة والمقاييس بميناء المكلا لفحصها، وأوضح الفحص أن هذه المادة تسمى سيكلامات الصوديوم وهي مادة مسرطنة، وأن هذه المواد تستخدم في صناعة الآيس كريم ويعادل الكيلو الواحد منها ب 300 كيلو من مادة السكر وتعطي طعم حلاوة أكثر، وهي مادة مسرطنة ومحرمة دوليا، وأن هذه المواد تباع لتاجر مالك مصنع آيس كريم بمدينة سيئون. إلى ذلك وحذرت قوات خفر السواحل المخالفين بأنها لن تتهاون وستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن واستقرار حضرموت والضرر بمواطنيها. تمكن مركز شرطة فوة من القبض على عصابة متخصصة في السرقة المنظمة عن طريق النشل خلال 24 ساعة من تلقيهم بلاغ من مواطن عن سرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي 4000 ريال سعودي، وذلك أثناء ركوبه لأحد الباصات غرب المكلا،
حيث قام مركز فوا بعملية البحث والرصد للمشتبه بهم حتى تم القبض على 6 متورطين في القضية وجميعهم من خارج المحافظة، واعترف المشتبه بهم خلال التحقيق بارتكابهم عملية النشل وتعرف عليهم مجموعة من المواطنين الذين تعرضوا لعملية نشل مسبقة. وأفاد مصدر أمني بأن المضبوطين يقومون بمراقبة ورصد الضحية من محلات الصرافة واستدراجه للصعود معهم في سيارة تستخدمها العصابة كباص أجرة، ويتم بعدها نشل المواطن بأسلوب احترافي دون إكراه أو استخدام القوة. بدأت اليوم بمدينة المكلا أعمال الدورة التدريبية في مجال السلامة المهنية للصحفيين أثناء الحروب والصراعات التي تنظمها نقابة الصحفيين اليمنيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين. ويتلقى المشاركون في الدورة البالغ عددهم 16 صحفيا وصحفية على مدى يومين معارف نظرية وتدريبات تطبيقية حول آليات وطرق الأمن الشخصي والسلامة المهنية والتخطيط السليم لإنجاز المهمة الإعلامية خلال الحروب والاضطرابات بما يحافظ على سلامة الصحفيين، بالإضافة إلى التزود بمعلومات عن الإسعافات الأولية وتقييم الحالات المرضية وغيرها من الموضوعات المتصلة بالسلامة المهنية. وفي الافتتاح أشار منسق الدورة سالم الشاحت إلى أن هذا النشاط التدريبي والتثقيفي يعكس اهتمام نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين بقضايا السلامة العامة والشخصية للصحفيين. استعرض وفد من جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع المكلا مع نظيره الهلال الأحمر المصري عددا من القضايا الهامة المتعلقة بخلق شراكة بين الطرفين في مجال العمل التطوعي بالجانب الصحي. وبحث الأمين العام للهلال الأحمر بالمكلا عبدالله بامحسون مع الأمين العام بالهلال المصري الدكتورة مؤمنة كامل سبل تطوير العمل وخلق تنسيق وشراكة بين الطرفين فيما يخص عددا من المهام التطوعية المتعلقة بالجانب الصحي والإسعافات الأولية والمهام الجليلة التي ينفذها الهلال الأحمر اليمني والمصري لخدمة أمن وسلامة المجتمع، مضيفا أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها فرع الهلال الأحمر اليمني بالمكلا من أجل تعزيز الترابط والتواصل مع نظرائه في الدول العربية من أجل الارتقاء بالعمل التطوعي والصحي وتقديم أفضل الخدمات. قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدد من المساعدات الإغاثية في الشحر والديسة الشرقية ضمن جهودها الإنسانية والإغاثية لمساعدة الأسر المحتاجة. ووزعت الهيئة 350 سلة غذائية على أهالي منطقة زغفة بمديرية الشحر، بالإضافة إلى توزيع 200 حقيبة مدرسية على طلاب وطالبات مدرسة زغفة للتعليم الأساسي، تزامناً مع زيارة وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب لمنطقة الزغفة ضمن جولة تفقدية في مختلف مناطق ساحل حضرموت. وتجول الوفد من منطقة الزغفة بمديرية الشحر قبل أن يزور مدرسة الزغفة للتعليم الأساسي، حيث اطلع على تجهيزات إعادة تأهيل المدرسة التي تكفلت الهيئة بدعمها وتجهيزها. وفي الديسة الشرقية وزع فريق الهيئة مساعدات غذائية على 400 أسرة في إطار استمرار البرنامج الإنساني الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة من الحملات نفذتها للدعم الإنساني في عموم محافظات حضرموت. بدأت بمستشفى سيئون العام الحملة العلاجية والجراحية الأولى لأمراض العيون المياه البيضاء المجانية التي تنفذها وتمولها منظمة البلسم الدولية بالمملكة العربية السعودية. وتهدف الحملة إلى تخفيف معاناة مرضى العيون من السفر للخارج وتكلفة العمليات الجراحية من خلال مجانية الكشف الطبي لمرضى العيون وإجراء العمليات الجراحية لعلاج المياه البيضاء وصرف الأدوية وإعطاء الإرشادات الطبية اللازمة من خلال فريق طبي متكامل وبأحدث الأجهزة الطبية.
وأكد رئيس الفريق الطبي للحملة من منظمة البلسمة الدولية الدكتور بندر الزارع لوسائل الإعلام بأن الفريق الطبي سيعمل صباحا ومساء، لافتا بأن هذا المخيم يعد المخيم الثالث لمنظمة البلسمة الدولية بمحافظة حضرموت بعد أن أقامت مخيمين جراحيين للقلب بمركز نبض الحياة بالمكلا. السيدات والسادة، ختام هذه النشرة هاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يرعى اتفاقيتين حول آلية عمل المحاجر والكسارات والمناجم بالمكلا وغير باوزير. شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تنظم ندوة حول واجبات الموظف في الحفاظ على المعلومة. نقابة الصحفيين تنظم دورة تدريبية في طرق وأنظمة السلامة المهنية بالمكلا. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.